معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من لوسرن رئيس المركز الروهينجي لحقوق الانسان في سويسرا سيد عزيز عبد المجيد الاركاني. مرحبا بك. اليوم تمر اذا الذكرى الاولى على مجازر ضد مسلمي روهينجيا، كيف ترى تعامل المجتمع الدولي مع الضالعين في تلك الجرائم؟ شكرا على الاستضافه. نعم، اليوم يمر الذكرى الاولى لانطلاق الحملة الوحشية التي بدأت ترتكبها الحكومة البورمية وعلى رأس هذه الحكومة الجيش البورمي. فهذه الذكرى، نعم بكل ما تعني الكلمة، هذه الذكرى ذكرى أليمة جدا على الشعب الروهينجي في كل مكان. الشعب الروهينجي نعم يتعرض إلى موجات للإبادة على مدى عقود عدة، ولكن هذه المرة كانت أكبر على الإطلاق، لأن هذه المذبحة خططت لها ودرست على مستوى عال من التنسيق بين الحكومة المسمى بالحكومة المدنية برئاسة أون سان سو تشي والجيش البورمي لإخراج الروهينجا من وطنهم أراكان. من أجل ذلك نعم. يعني صاحب تلك المجازر ورافقها تهجير مسلمي روهينجا من مدنهم وقراهم، كيف هي الآن أوضاع الروهينجا بعد عام من تهجيرهم؟ نعم، الآن المشهد كما ترون هناك داخل أراكان، يعني هناك حسب التقارير الأممية التي لها يعني تواجد نسبي إلى داخل أراكان، يقولون أن هناك قرابة 600 إلى 500 ألف. نعم، نحن نقول يعني عدد إن كان في هذا الحدود، هؤلاء الآن مشتتين يعني محصورين في قرى وبعد المناطق الحضرية، وهؤلاء محرومون من أبسط وسائل الحياة ويعني فرضت عليهم الحصار. هل تعامل المجتمع الدولي مع القضية الروهينجية برأيك على قدر المسؤولية؟ نعم، للأسف أنا دائما ألقي اللوم على المجتمع الدولي وعلى رأسها المنظمات الدولية التي على عاتقها مسؤوليات كبيرة. هذا المجتمع الدولي الآن يتعامل مع قضية الروهينجا من باب المعاناة الإنسانية فقط، ولا تنظر هذه المنظمات ولا المجتمع المدني إلى القضية من جانب الجناية التي تقوم بها الحكومة البورمية. هناك حالات القتل الجماعي، هناك الإبادة الجماعية، هناك حرق القرى، هناك حالات الاغتصاب بالآلاف لنساء روهينجا، وهناك تشريد، وهناك سلب الأموال، وهناك يعني حرق المدنيين بأعداد هائلة. وكل هذه الجرائم لا تتعامل معها المنظمات الدولية ولا المجتمع المدني، وإنما فقط المجتمع الدولي ينظر إلى القضية من زاوية أن هناك معاناة إنسانية يجب التصدي لها بتوفير بعض المواد والإغاثات. طيب. نعم. طيب سيد عزيز، بصفتكم منظمات حقوقية، ما الوسائل التي ستتخذونها للقصاص الشعب الذي قتل وشرد من بلاده مع تصريحات يونيسيف حذرت فيه من ضياع جيل كامل من أطفال مسلمي روهينجا؟ نعم، هناك بعض المنظمات الحقوقية قامت مشكورة بجهود جيدة لرصد وتسجيل وتدوين يعني بعض الشهادات. هذه الشهادات هي يعني محدودة يعني والجريمة كبيرة جدا. نعم، بالرغم من ذلك يعني المسؤولية تقع على مجتمع دولي، أنا أعني بها المجتمع الدولي، الأمم المتحدة وما يتفرع عنها من اللجان والمنظمات ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، وهذه الجهات هي جهات نافذة، وهذه الجهات يعني لها سلطة على الدول. لذلك هذه إن لم تتحرك هذه الجهات، المنظمات الأهلية، المنظمات المدنية لا تستطيع أن تفعل شيء. فلذلك نحن نناشد مجلس الأمن، ونناشد مجلس حقوق الإنسان، نناشد محكمة الجنايات الدولية لمتابعة القضية الروهينجية من زاوية الجرائم ضد الإنسانية، من زاوية إرادة الجنس البشري. أشكرك من مدينة لوسرن في سويسرا سيد عزيز عبد المجيد الأركاني رئيس المركز الروهينجي لحقوق الإنسان في سويسرا.